إذن حدد قادة الاتحاد الأوروبي يوم 23 من الشهر الجاري موعدا لقمة عبر الفيديو لبحث سبل مواجهة تفشي وباء كورونا. هذه القمة تأتي عقب إقرار وزراء مالية الاتحاد لخطة إنقاذ اقتصادية بقيمة نصف تريليون يورو ستقدم لاقتصادات الدول التي تضررت من الفيروس. وفي السياق اعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم خطته الاثنين للمرحلة المقبلة في إطار مواجهة الوباء، فيما قالت مصادر فرنسية إن الرئيس قد يدعو إلى إغلاق حدود شنغن خلال الفترة المقبلة. وتواجه الإدارات الأوروبية اتهامات كتلك التي تواجهها الإدارة الأمريكية بشأن التأخر في التعامل مع الأزمة والبدء في اتخاذ قرارات حاسمة. قبل أيام من إلقاء الرئيس الفرنسي لكلمة مرتقبة يعلن فيها عن قراراته الجديدة بشأن مكافحة كورونا، قرارات صارمة يتوقع أن يعلن عنها إيمانويل ماكرون، بما في ذلك تمديد الحجر الصحي المنزلي وتأجيل العودة إلى مقاعد الدراسة وموعد الدورة الثانية للانتخابات البلدية ومراجعة الميزانية أيضا. إلا أن أبرز الإجراءات المتوقعة هي إمكانية إغلاق حدود منطقة شنغن حتى أيلول القادم، بحسب ما تطرق إليه خلال اجتماع عبر الفيديو مع الشركاء الاجتماعيين في فرنسا. أحد المشاركين في الاجتماع صرح بأن ماكرون استشهد بالتجربة الأمريكية العصيبة، حيث أدى تأخر الإجراءات إلى تصدرها قائمة الدول المتضررة من حيث أعداد المصابين والمتضررين. قرار ماكرون الذي صار وشيكاً لم ينفلت من عقال وعي الرئيس بتبعاته، فقد ألمح الرجل إلى أن غلق الحدود بين دول منطقة الشنغن قد يكون له تأثير أيضاً على الانتعاش الاقتصادي، إلا أن التوقعات ترتكز على إشارته بأن الأشخاص الذين يهمون بالسفر إلى خارج فرنسا سيواجهون صعوبات، بما ينسجم مع توصيات وزيرة التحول البيئي الفرنسية إليزابيث بوغن التي نبهت إلى أن الوقت الحالي غير مناسب للسفر إلى الجانب الآخر من العالم في ظل الشكوك القائمة بشأن مصير وباء كورونا في فرنسا وأنحاء العالم. إذن أرحب من بروكسل بضيف مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان رمضان أبو جزر. كذلك أرحب من باريس بضيف الباحث المختص بالشأن الأوروبي ناصر زهير. أستاذ ناصر سأبدأ معك، أهلا بك. بداية، خطاب متوقع للرئيس إيمانويل ماكرون غدا، برأيك ما الذي يمكن أن يتخذه أو تتخذه باريس من إجراءات إضافية؟ تحياتي لك أستاذ طارق وللمشاهدين وللضيف الكريم. أعتقد بأن ما يمكن أن يتخذه الرئيس ماكرون بحسب التسريبات للصحف الفرنسية اليوم هو أن يقوم بتمديد فترة الحجر الصحي والإغلاق في فرنسا على الأقل إلى 15 من مايو القادم، أو حتى ذهبوا إلى أبعد من ذلك إلى نهاية مايو، مع أيضا تقييد حركة الفرنسيين سواء كان في الداخل الفرنسي أو أيضا حركة التنقلات مع الدول الأوروبية الأخرى، وإمكانية تقييد حركة التنقلات أو إغلاق الحدود مع الدول الأكثر ضرراً، وهنا نتحدث عن إيطاليا وفرنسا. النقطة الأهم والتي كانت موضع جدلية بين الاقتصاديين والسياسيين وأيضاً المختصين بالصحة هي طرح فكرة إغلاق فضاء شنغن إلى سبتمبر القادم، وهذه ستكون مشكلة كبيرة أمام أوروبا ليست فقط أمام فرنسا إذا ما قرروا إغلاق هذه النقطة تحديدا. يعني هي في غاية الأهمية أستاذ ناصر، يعني كنت رأيت وددت أن أتركها لاحقا لأن سأناقش التبعات فيما لو تم اتخاذ هذا القرار. أستاذ رمضان، أنت في بروكسل وكورونا يعني تعم أوروبا، كيف يعصف بها هذا الوباء، هذا التكتل الأوروبي، القارة العجوز التي تقف ربما اليوم أكثر عاجزا في مواجهته؟ مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم أخي طارق. أوروبا اليوم وكأنها سياسيا وعلى مستوى صناع القرار بدأت تتعافى نوعا ما. أتحدث هنا أعقاب التوافق أو الاتفاق الذي تم بين وزراء مالية أوروبا أول أمس والتوقيع على حزبة مساعدات تجاوزت 500 مليار يورو وهي الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يصادق عليها زعماء أوروبا. أيضا هذه الحزمة للمساعدات التي اختصت بالشأن الصحي
العمال، رواتب العمال، والشأن الاقتصادي ومساعدة الشركات الصغيرة، وكأنها تتحدث فيما بعد كورونا، أي أن هناك أجواء من التفاؤل الغير معلن التي تسود على الأجواء السياسية أثناء تراجع أعداد المصابين في كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا في الأيام الأخيرة، وإن كانت نسب الوفاة لا زالت مرتفعة، ولكن هناك تقارير تفيد بتراجع وكأنهم وصلوا إلى ذروة أو مرحلة الهضبة. سياسيا كل المواقف السياسية سوف تبنى على ما يتم التعامل به على الأرض مع هذه الجائحة. إذا رصد بالفعل في الأيام القليلة القادمة أو قبل القمة الأوروبية تم إثبات أن هناك تراجع وهناك شبه سيطرة، سوف يكون هناك جزء من التخفيف، لأن موافقة دول الشمال على التصريح بالصرف المالي الكبير لهذه المساعدات ليس من أجل استمرار إغلاق الفضاءات الاقتصادية إلى ما لا نهاية. كورونا بالمحصلة هو خطر وخطر جدا، ولكن هذا الاتحاد لديه من القدرة أو لديه من الأمل في باستعادة الحركة بآليات وبضوابط يتم التعايش معها إلى حين الخلاص من كورونا نهائيا عبر محاصرته أو الحصول في وقت لاحق على اللقاح الذي يفيد. عمليا الرئيس الفرنسي من المتوقع أن يشيد بهذا الاتفاق غدا في خطابه، ولن يكون خطابه بمعزل عن السياسة الأوروبية الخارجية وخاصة مع الشريك الألماني. وقد لاحظنا تصريح وزير المالية الفرنسي عبر بعد التوقيع على هذه الحقبة قائلا أن هذا الاتفاق ممتاز وممتاز جدا، ولأول مرة نشهد فرنسا تشيد بهذه الحقبة عندما كانت تقريبا تتبنى الموقف الإيطالي والأسباني قبل الاجتماع الأخير لوزراء المالية. إذن أوروبا ليست في أسوأ حالاتها، ولكن صدمة كورونا صدمت الجميع وأثرت على المواقف وأعطت انطباعات كثيرة جد سلبية في الأسابيع الماضية. أما الآن أعتقد من وجهة نظري أن الأيام والأسابيع القادمة سوف تكون أكثر تضامنا بين الساسة، أكثر ودية، وأعتقد أن القادة الأوروبيون سوف يفكرون في مرحلة ما بعد كورونا من خلال الأسابيع الأخيرة لشهر أبريل. طيب أنا أستاذ ناصر، كنت أشرت إلى تبعات محتملة إذا ما تم إغلاق الفضاء الأوروبي وتعليق العمل بشنغن، برأيك هنا وهذا قد يكون إجراء محتملا إذا ما تفشى المرض بشكل خارج عن السيطرة، رغم التفاؤل الذي يبدي أستاذ رمضان بأن أوروبا تتعافى وإن هناك ارتفاع في عدد الوفيات، أي عن أي تبعات نتحدث فيما لو أغلق هذا الفضاء الأوروبي؟ اولا التبعات ستكون تبعات اقتصاديه بالدرجه الاولى، لان الفضاء الاوروبي او الاقتصاد الاوروبي مرتبط مع كل دول العالم او كل اقتصادات العالم، وحركه التنقلات وحركه البضائع وحركه التجاره العالميه هي مهمه جدا للاقتصاد الاوروبي لتعافيه من الاضرار والخسائر التي مني بها. هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ايضا، فأوروبا وفرنسا خصوصا يأتي إليها ملايين السياح في كل عام، وهؤلاء السياح هم أيضا بدرجة كبيرة مصدر دخل للاقتصاد الأوروبي. النقطة الأهم هي الضبابية الاقتصادية والسياسية التي سيسببها مثل هذا القرار. نحن نتحدث عن فترة ست أشهر بالنسبة للشركات الكبرى وبالنسبة للشركات التي انتقلت من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل سريع الآن، وهي جديدة نوعا ما في الاتحاد الأوروبي، سيكون لديها مشاكل كبيرة. أيضا النقطة الأهم بالنسبة للأوروبيين هي الإغلاق بالنسبة لفضاء شنغن، هي المرحلة الأولى والمرة الأولى التي يعيشونها منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي، بالتالي ستتسبب بكثير من المشاكل، والمشاكل الأهم هي المشاكل الاقتصادية. وصراحة لا أعرف ما هو مبرر هذا القرار، يعني أن يعطي فترة إلى سبتمبر هو قرار مغامر جدا، لأنه سيتسبب بهروب رؤوس الأموال وبتقييد نشاطات الشركات الكبرى والشركات العالمية. كان يمكن أن يتخذ القرار، ونحن لا نعرف إذا كان سيعلن هذا القرار غدا، ولكن إذا أعلنوا ستكون ضربة كبيرة للاقتصاد الأوروبي، وكل 500 مليار التي تم إقرارها لإنعاش الاقتصاد الأوروبي ستذهب نتائجها هباء الرياح، لأنه كان من الممكن أن يتم الإغلاق أو إغلاق فضاء شنغن لمدة شهر أو شهرين، وبعدها يتم تقييم النتائج ويتم تقييم ما هو الضرر المتوقع، وحتى يمكن أن يتم إيجاد لقاح سريع أو إيجاد أي مضادات حيوية. ولكن الآن أن يقول 6 أشهر سيغلق الفضاء الأوروبي، هنا
ودخلنا في ضبابية اقتصادية كبيرة، دخلنا في جمود للشركات الكبرى وأيضا لحركة الاقتصاد الداخلي، سواء كان في اقتصادات الدول ما بين الاتحاد الأوروبي أو اقتصاد الدول نفسها. دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها اكتفاء ذاتي، سواء كان من المواد الأساسية للتصنيع، للتجارة تعتمد بشكل كبير على الصادرات والواردات بينها وبين الصين، بينها وبين دول الشرق الأوسط، وبينها وبين الولايات المتحدة. أي أن دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها اقتصاد متكامل بالمعنى الحقيقي يمكن الاعتماد عليه إذا ما تم إغلاق فضاء الشنغن. بالتالي المشاكل الاقتصادية ستكون كبيرة وكبيرة جدا، وأتمنى أن لا يتم إعلان هذه الخطوة، لأن 500 مليار التي جرى النقاش عليها لمدة أيام وخلافات كبيرة بين الشمال والجنوب ستذهب نتائجها هباء الرياح. طب في بروكسل أستاذ ناصر، المفوضية الأوروبية، المسؤولون الأوروبيون كيف ينظرون إلى احتمال أن تتخذ دولة كفرنسا إغلاق فضائها بالكامل أو إغلاق الفضاء داخل هذا التكتل الأوروبي كإجراء احترازي، رغم الأمال المعقودة على الخطة الإنقاذية وأن الأمر ربما لهذا الوباء قد وصل ذروته، وهو الآن يعني ربما خلال المرحلة المقبلة مع تمديد فترات الإغلاق قد يتراجع بصورة بارزة؟ السؤال يعني أستاذ ناصر، أستاذ رمضان من بروكسل. يعني أخي طارق، من 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 سبع المستحيلات أن يتم التفكير باتخاذ فرنسا لهذا القرار مشابه لقرار إغلاق الحدود الشنغن، ولا يمكن للرئيس الفرنسي اتخاذ هذا القرار بمفرده. هذا أوروبا لامت الولايات المتحدة الأمريكية لوما شديدا وعلنيا على لسان رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية عندما قام الرئيس ترامب بإغلاق الأجواء الأوروبية الأمريكية أمام الطيران من أوروبا من وإلى أوروبا، وكانت هناك شبه أزمة كبيرة. فما بالك نتحدث عن دول اتحاد أو شبه ولايات مفتوحة على بعضها. هذا القرار لم يصدر أو لم نقرأه إلا في صحيفة لجورنال دي ديمونش الفرنسية الأسبوعية، هي التي تحدثت عن هذا الأمر. في نفس الوقت صحيفة ليفيغارو تحدثت عن النقيض تماما ولم تذكر إغلاق حدود الشنغن. إغلاق حدود الشنغن كما ذكر الضيف من باريس إلى شهر سبتمبر هي كارثة اقتصادية، وتعصف بحقبة المعونات التي توافق أو المساعدات أو الحقبة المالية التي توافق عليها وزراء المالية، وكأنها تقذف بها خارج ذلك. وأنا أقيم هذا القرار إذا ما تم اتخاذه هو قرار إعلان حرب، لأن هذا يقضي على اقتصاد دول السوق الأوروبية، خاصة أن فرنسا هي الدولة الرابطة جغرافيا بين الشمال والجنوب، وفي نفس الوقت لا يوجد ما يستدعي إغلاق الحدود. عندما كانت في قمة التصاعد للإصابات في معظم المدن الفرنسية وخاصة في المدن الجنوب المحادية إلى إيطاليا، لم تغلق فرنسا حدود دول الشنغن، لم تغلق حتى حدودها مع إيطاليا إلا بعد فترة بعد أسابيع من بداية صعود انتشار الحالات والإصابات في فرنسا. إذن هذا القرار غير منطقي وغير واقعي ولا يتوافق مع التوافق أو الاتفاق الذي تم في بروكسل أول أمس. هذا ضرب من جنون. الصحافة تضع كثيرا من الضغط على الرئيس الفرنسي من خلال كتابة في سيناريوهات متعددة، والرئيس الفرنسي كان من الذكاء الشديد عندما نجد أن الرئيس الفرنسي يزور مستشفى في جنوب فرنسا ويذهب إلى مختبرات، هو يبحث عن بشرة للشعب الفرنسي ليخرج بخطة لاستعادة الحياة الطبيعية إلى فرنسا ولكل أوروبا. عندما يلتقي بالرئيسين السابقين في فرنسا، الرئيس اليساري هولاند والرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، هو أراد أن يتحصن بموقف سياسي قوي ويجد يبحث عن خطة للتعافي، عن خطة يبشر بها الشعب الفرنسي. فرنسا وأوروبا لا تحتمل قرارات مثل هذه القرارات، وبأفضل تقدير الألم أو الكاره أو أقصى درجات التحمل قد تمت. ولا يعتقد الكل، متخوف أن تكون هناك موجة أخرى لكورونا في أوروبا أصعب من، ولكن في اعتقادي أن المواطن الأوروبي تكيف خلال الأسابيع الماضية على الحالة الحالية، ويستطيع وهو متقبل لفكرة العودة للحياة مهما كان الثمن. المواطن الأوروبي يريد، لا يريد أن يسمع إغلاقات لمدة طويلة. ممكن هذه نقطة جيدة. أريد أن أستمع إلى ردة فعل الأستاذ ناصر زهير. الفرنسيين اليوم كيف يتفاعلون مع هذه الإجراءات وتدابير العزل واحتمال التمديد وتقييم قدرة بلادهم
على مواجهة هذا الوباء الذي يحصد يوميا المزيد من الأرواح ويوقع المزيد من الإصابات؟ الفرنسيين الآن بدأوا يتكيفون مع فكرة العزل وفكرة التباعد الاجتماعي من الأساس. يعني عندما تذهب إلى السوبر ماركت أو إلى الأسواق المفتوحة ترى بأن هناك تباعد بين الأفراد، هناك وعي أكبر بمخاطر فيروس كورونا، هناك أيضا رضا نوعا ما عن الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن بدأ الفرنسيون يشعرون بالضجر والضجر الشديد نتيجة الأزمة الاقتصادية التي حدثت ونتيجة أيضا الوضع الاجتماعي. عندما توضع بلاد كاملة بأكثر من 60 مليون بما يشبه السجن الإجباري، هنا تكثر المشاكل الاجتماعية. والنقطة الأهم بأن الفرنسيين لا يرون بأي ضرورة لاتخاذ إجراءات كبيرة. المشكلة بأن التسريبات إغلاق قضاء شنغن إلى سبتمبر خرجت من مصادر في الرئاسة الفرنسية. مشكلة ماكرون الأساسية بأنه دائما ما يحاول أن يطرح نفسه كالقائد الأول في أوروبا، خاصة بعد خروج بريطانيا، ويريد أن يتخذ الإجراءات الأكبر التي يتم اتخاذها على أساس أن الولايات المتحدة فشلت، فيجب على فرنسا أن تقود أوروبا نحو النجاح المبهر. ولكن أعتقد بأن هذا القرار سيكون انتحاري، كما كان قرار رفع أسعار الوقود وأدى إلى الستات الصفراء، وقرار إصلاح قانون التقاعد وأدى إلى إضرابات مقاربات العملة. نعم، سننتظر اليوم غد لنتابع ما الذي سيتخذه إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي من تدابير وإجراءات. أستاذ ناصر زهير، أنا أشكرك من باريس، الباحث المختص بالشأن الأوروبي، الأستاذ رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، أشكرك أيضا، شكرا جزيلا لكما.